مشاهدينا معنا من مقر الجامعة العربية مراسلة أونلايف لمياء حمدي لتطلعنا على أهم وآخر التفاصيل. لمياء أهلا بك معنا، يعني نشاطات متعددة اليوم في الجامعة العربية فيما يخص إسرائيل والانتهاكات الإسرائيلية في السجون وفيما يخص المرأة، تفاصيل هذا اليوم. مساء الخير عليك شيماء وعلى نسمة وعلى كل مشاهدينا في كل مكان. بالفعل أتحدث إليكم الآن من أمام مقر الأمانات العامة لجامعة الدول العربية، حيث شهدنا منذ قليل وقفة تضامنية من الجامعة العربية مع آلاف الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية والذين قاموا بالإضراب عن الطعام للأسبوع الثالث على التوالي، احتجاجا على الممارسات الإسرائيلية أو ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضدهم بأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، منها مثلا أنهم ممنوع زيارات غير كل شهر فقط، الزيارة لا تتعدى 45 دقيقة، لا يمكن يعني للأسير لمس أو مصافحة أحد من ذويه وغيرها من الممارسات البشعة، ليس فقط ضد الأسرى ولكن أيضا ضد ذويه حينما يقوم بزيارته. المشاركة اليوم كانت من الأمين العام لجامعة الدول العربية والمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية من الدول الأعضاء والعديد من الشخصيات السياسية والعامة المعروفة وموظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. أيضا دعت الجامعة العربية اليوم يعني جميع منظمات المجتمع الدولي وأولي الأمر أن يتدخلوا بشكل سريع لحل هذه الأزمة قبل أن تتفاقم. أيضا كان هناك في الجامعة العربية ملتقى الإعلام وقضايا المرأة تحت عنوان واقع ورؤى بالتعاون مع اتحاد الإعلاميات العرب، وذلك احتفالا بيوم الإعلام العربي تحت شعار دور الإذاعة المسموعة في خدمة المجتمع. كان بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من الوزراء والشخصيات الإعلامية الكبيرة على مستوى الدول العربية. نعم. أيضا كانت الجلسة الأولى تحت عنوان إعلام المرأة بين الجد والهزل، والثانية كانت تحمل عنوان الخدمات الإذاعية وتناول قضايا المرأة. هناك أيضا اجتماع ثالث قامت به إدارة الشؤون القانونية بمقر الجامعة العربية، وهو الاجتماع الأول للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لمراجعة القانون الخاص بالقانون العربي الاسترشادي في مساعدة ضحايا العمليات الإرهابية. كانت هذه أهم اللقاءات. نعم. والاجتماعات داخل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. طيب لمياء، فيما يخص الانتهاكات الإسرائيلية في السجون ضد الأسرى الفلسطينيين، هل هناك الحديث عن قرار أو تحرك للجامعة العربية فيما يخص هذا الملف؟ يمكن خلال هذه الوقفة الرمزية قام الأمين العام لجامعة الدول العربية وكل من كانوا بالوقفة بشرب ماء وملح كما قالوا أنها تضامن مع الأسرى. أيضا تحدثوا عن مناشدة جميع منظمات المجتمع الدولي للتدخل. أيضا قالوا أن يعني منظمة اليونسكو أعلنت أول أمس بأن القدس عربية وليست إسرائيلية ولكنها محتلة، وقالوا أنهم سيجوبون أرجاء الأرض للتحرك السريع ضد هذه الانتهاكات. نعم، إذا شكرا جزيلا لك مراسلة أونلايف من أمام جامعة الدول العربية لمياء حمدين، شكرا لوقتك معنا.